من الاختلالات التي تشهدها حوكمة النظام العالمي الحالي القائم على هيمنة الدول الغنية على آليات اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والمالي، أدت بالنتيجة إلى إضعاف قدرات بلدان الجنوب التي لا زالت تعاني من التهميش، الأمر الذي يبرز الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل للنظام الاقتصادي والمالي العالمي ليصبح أكثر إنصافاً وتمثيلاً وتوازناً، وهو ما فتئت الجزائر ترافع من أجله ضمن رؤية طموحة لإرساء نظام جديد يجسد فعلياً مبدأ الاستقلال الاقتصادي التام للدول النامية.